صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 43 لسنة 2019 بتعيينات في وزارة الداخلية. وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يعين اللواء خليفة بن أحمد آل خليفة مفتشا عاما بدرجة وكيل وزارة في وزارة الداخلية. وجاء في المادة الثانية أنه يعين في وزارة الداخلية كل من العميد وليد عبد الله الشامسي قائدا لقوة الأمن الخاصة بدرجة مدير عام، العقيد علي محمد سعد الحوطي مديرا عاما للإدارة العامة للدفاع المدني.